أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب الحياة. الحقيقة سؤال كتير بسمعه من ناس كتير خالص، ولما بقى الناس بيكلموني فيه عايزين تدريبات للشفاء الذاتي. الله، حاجة مهمة جدا جدا، عايزين تدريبات تنظيفة للشفاء الذاتي. أول حاجة بنتكلم فيها موضوع الشفاء الذاتي، لازم نعرف إن فيه علاقة قوية، وده الطب اللي قال الكلام ده، ما بين القلب وما بين العقل وما بين جهاز المناعة. لما يكون القلب فيه مشاعر غير إيجابية بيخلي العقل على طول يفرز الأدرينالين بتاع الضغط بتاع الإنسان وبتاع التوتر، يخلي جهاز المناعة يشغل كل أجهزة الإنسان ضده مش في صالحه. بينما لما يكون القلب فيه مشاعر إيجابية يخلي العقل يفرز دوبامين السعادة، يخلي جهاز المناعة يشغل كل أجهزة الإنسان لصالحه. اذا لما نتكلم عن الشفاء الذاتي، اول حاجه نتكلم في الموضوع ده اكتر من حاجه، يعني اول حاجه نتكلم فيها النهارده عن الحب، اكتر حاجه مفيده للشفاء الذاتي. الحب، والطب قال الكلام ده، بيجدد خلايا القلب، وعدم الحب بيحطمها، ده كلام الطب. اكتر حالتين بيكون القلب فيها شغال في منتهى القوه بدون اي ادويه هي في حاله الحب والاعتناء بشخص آخر. ولما نقصد الحب نقصد الحب للناس كلها طبعا، ده لازم يبدأ من البيت، حبك لمراتك ولولادك وحبك للناس كلها، حب الناس كلها، حب الحياة، حب العمل، حب حاجات كتيرة جدا. كل حاجة تبدأ بالحب بيبقى فيها شفاء ذاتي جميل جدا. أعظم طبيب تجميل في العالم هو الحب. الحب يعني شيء كبير جدا، الحب بيعمل معجزات. فاحنا عايزين نبدأ الشفاء الذاتي، لازم نراعي موضوع ده، ان في حياتنا يكون كل الناس اللي بنقابلهم في حياتنا بينقسموا نوعين، ناس بنحبهم وناس بنقبلهم لغاية لما نحبهم، ما عندناش نوع ثالث. وخصوصا احنا كده المسيحيين، ربنا ما اداناش غير عملة واحدة هي الحب. الشهيق بتاعنا حب، والزفير بتاعنا عطاء. فاكتر حاجة تفيدنا من الناحية الصحية وتؤدي الى الشفاء الذاتي هي الحب. ارجع للحب وزود طاقة الحب في كل علاقاتك، غلف كل حاجة بالحب، هيساعد كتير جدا جدا في الشفاء. ربنا معاك، ونشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله.